تحديدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية وشراكة مع المصلحة الإقليمية ديال الشوكة إتباع وجمعية مهني ديال الفحص التقني وجمعية مهني تعليم السياقة والسلامة الطرقية الشوكة إتباع وجمعية النور لأرباب ومهني تعليم السياقة ديال أي تعميرة. خلدنا اليوم الوطني بواحد الورشة تكوينية للأطفال تاع مدرسة بوجميع باش نحطوا الاطفال على احترام امام الرجلين وعلى كيفاش يحترموا، لان اغلبيه القتلى كيكونوا هما الرجلين، ولان النقش على الصغر كنقشي على الحجر اللي كنحاولوا نوجهوا للمستعملين الطريق وكنحاولوا نرسخوها في السلامه الطرقيه، لان كثرت الحوادث وكثرت هذه باش نرسخوها في الدراري الصغار، لان هذا هو الجيل ديال المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. دامون احمد نائب رئيس جمعيه النور لمهني تعليم السياقه والسلامه الطرقيه بشتوكا ايتبها. اليوم جينا كثالث يوم في الحمله التحسيسيه، كما كتعرفوا جميعا بان اليوم الوطني للسلامه الطرقيه كيجي 18 فبراير لكل سنه، وهذا اليوم الرابع وصلنا لمركز الفحص التقني بوجميع اللي درنا فيه واحد الحمله تحسيسيه للاطفال المدرسه، توعيتهم وتحسيسهم كيفيه عبور الطريق وللحد من خطر وقوع حوادث السير. وهذه المبادره جات من المصلحه الاقليميه للسلامه الطرقيه، جمعيتي النور وشتوكا ايتبها لتعليم السياقة، وبإشراف تحت إشراف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. كنشكروا الحضور وكنشكروا جميع الحضور فيما يخص المنابر الإعلامية وتلاميذ والأساتذة مدرسة تجمع وجميع. معكم نقيب حسن، ممثل جمعية الفاحصين التقنيين بالجنوب. اليوم درنا هنا واحد التظاهرة في مركز الفحص التقني بوجميع. جبنا الدراري ديال المدرسة الخصوصية ديال بوجميع، درنا لهم واحد ورشة هنا نظرية وجوج ورشات تطبيقية، واحدة كتهم الفحص التقني والطريقة باش كندوزو الكونترول ديال الفحص التقني، والثانية هي الطريقة باش كنقطعو الطريق، والثانية والطريقة باش كنتعاملو في الحياة ديالنا اليومية باش نقطعو الطريق ونحافظوا على السلامة ديالنا وعلى السلامة ديال الغير. وبالمناسبة تنشكر رئيس ديال المصلحة ديال النارصة، الممثلة ديال النارصة في المنطقة، والجمعية النور ديال مدربي سيارة التعليم، وكنشكر الجميع على الحضور ديالو وعلى التفاعل ديالو. أولا جميع الممثلين في الوقت الساعة مع الجمهور دابا بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الله السرحان، فحص تقني بمركز الفحص التقني بوجميع. اليوم قمنا بواحد الحمله تحسيسيه لفائده تلاميذ مؤسسه بوجميع الخاصه، واللي تطرقنا فيها الشقين النظري والتسبيقي بالنسبه لكل ما يتعلق بحركه السير، والشق الثاني اللي متعلق بالمراقبه التقنيه للعربات، يعني تدخلوا فيها الناس ديال الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، المصلحه الاقليميه ديال السلامه الوكاله الوطنيه، يعني كنشكروا المدير الاقليمي للمصلحه وكذلك الجمعيات الفاحصين التقنيين بالجنوب، والشكر الخاص يعني موصول لمركز الفحص التقني بوجميع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.